نروح بقى اللقطة لطيفة جدا، كان بطلها مدافع توتنهام إيريك داير واللي سجل هدف في فوز توتنهام على ساوثهامبتون. إيريك داير هزر مع زميله في الفريق تانجانجا على تويتر ونشر تويتة بيقول فيها إنه قال تانجانجا إنه هيحطه في فريقه في الفانتازي لكنه ما كانش مؤمن بيه ولا بقدراته. داير طبعا بيهزر مع زميله بعد ما سجل هدف وهو مدافع، وده اللي بيدي 6 نقط في سكور اللاعب، وده بالمناسبة أكتر من أي مهاجم أو لاعب وسط لما بيسجل في الفانتازي، واللي بياخد ساعتها نقط أقل. إيريك داير راهن على نفسه وكسب الرهان في الحقيقة.